طيب فتحي مبروك كان لعيب كويس يا كابتن ولا كان؟ طبعا طبعا صديقك فتحي مبروك معانا تقرير اهوت شويه يقول ايه ونرجع تاني لحضرتك. لا فتحي طبعا، وبعدين لعب مده طويله فتحي. اه طبعا هو ده الانتيم بتاعي يا كابتن، هعمل ايه بقى. الكابتن حسن تعاملت معايا في مواقف كتير جدا، وايضا هو يمكن كان مديري في حاجات كتير قوي، يعني كان مدير كره القدم وانا بلعب، ايضا كان في لجنه كره القدم وانا بلعب، ايضا كان في لجنه كره القدم وانا مدرب اخترت للنادي الاهلي، وايضا كان مديري في مؤسسه الاهرام، وكان كابتن الفرقه وانا موجود، كان الكابتن حسن موجود. اذا كنت بتكلم على الكابتن حسن فعلا يعني الكابتن حسن يستحق كل تقدير واحترام، لاني تعاملت معاه في حاجات كتير جدا، من الناس المحترمه، الناس الواضحه، الناس الصريحه، فكل هذه الامور يمكن تعاملت معاه في شفافيه، وتعاملت معاه ايضا في مواقف كتير، من مواقف يمكن وانا بلعب وهو كان مدير كوره، ومن ضمن المواقف ان انا كنت لعيب كوره وهو كان يمكن ايام كالوتشاي، كان ايام برضو كالوتشاي كان مدرب الفريق الاول بالنادي الاهلي، وتعاملت معاه ويمكن عرضت عليه فكره الاعتزال، الاعتزال يمكن في هذا التوقيت سنه 81، والكابتن حسن كان يعني ما كانش مرحب قوي، قال لي استنى شويه وخد فرصه ومش عارف، قلت له لا انا كده يعني خلاص انا عايز اقرر الاعتزال. وحكمت الحسن يمكن من طبعا زي ما قلت لحضرتك في مؤسسه الاهرام قام بمهرجان الاعتزال ونظم لي مهرجان الاعتزال، وكان مهرجان اعتزال جميل جدا جدا، فكابتن حسن يمكن من العلامات المؤثره في تاريخي. ايضا الكابتن حسن كان كابتن الفريق وانا موجود فيه، وكنا طبعا يمكن مش عايز اقول لك كنا من اشهر رباعي في خط الظهر لعب في النادي الاهلي، كان الكابتن احمد عباقي ربنا يديله الصحه، وكابتن حسن حمدي، وكابتن مصطفى يونس، وفتحي مبروك، كنا رباعي. ويمكن في هذه الفتره لعبنا حوالي 13 مباراه في الدوري العام ما سجلش فينا ولا هدف، الا يمكن في مباراه دمياط، انا فاكر في دمياط، وكان سوء ارضيه الملعب يمكن ساعدت في تسجيل الهدف الاول فينا، ويمكن الكابتن حسن ساعتها يمكن انا كنت يمكن الكره جات لي وحصل عمليه ان انا ما قدرتش اسيطر على الكره كويس، الكابتن حسن يعني يمكن بعد المباراه قال ده كويس ان احنا سجل فينا هدف يمكن بعد 13 مباراه، ومش عايزك تزعل ومش عايزك تزعل من الكابتن اكرامي، لان الكابتن اكرامي اللي كان هدف لي الكره بايديه ساعتها يعني. فدي مواقف كتير جدا قوي، مواقف كتير ايضا من اللي حصلت يمكن مع كابتن حسن، واحنا كنا برضو بنلعب يمكن كنا في الجزائر وكنا بنلعب ضد موليه طهران الجزائري، وكنا كسبانين 3-0 هنا وخسرنا هناك 1-0، برضو الامور كابتن حسن كان مسيطر على الفرقه ككابتن فرقه، لان شخصيته قياديه، بدليل ان هو بعد كده زي ما قلت لحضرتك كان مدير كره القدم وكان في لجنه الكوره وكان ايضا في مدير وكاله الاهرام للاعلان، فكل هذه الامور صفات وسمات في الكابتن حسن، والكابتن حسن بعد كده بقى رئيس نادي اهلي، فكل السمات الشخصيه في الكابتن حسن فعلا تستحق ان الواحد يشيد بيه ويشكره على ان انا حضرت فترات كثيره قوي معايا. الكابتن حسن كصديق وكلاعب وكمديري بقول له ربنا يديك الصحه، وبقول له ربنا يمتعك بالصحه دايما، وتبقى متواجد دائما في النادي الاهلي، وتبقى متواجد دائما في المجال الرياضي، لان انت تستحق تبقى موجود في مجال كرة القدم أو في مجال الرياضة في مصر، لأن هو دائما عنده الفكر، وفكر دائما فكر متقدم في نهضة كرة القدم، فياريت يكون موجود دائما في النادي الأهلي، وياريت دائما يكون موجود على مستوى كرة القدم المصرية أو الرياضة العامة في مصر بصفة عامة يعني. تعليق على كابتن فتحي مبروك كابتن حسن. فتحي من أكتر الناس اللي كانوا بيحبوا النادي، وكان بيقعد زي ما أنت بتقول كده مخلص والله، مخلص للنادي، وبعدين كان جد في حياته، تدريباته بياخدها بجد، كل اموره جديه وكده اهوت، واخد بالك؟ كان بيقلقنا في النوم، ما كانش بينام. ده كان بيقومني من النوم الساعه 4 الصبحيه. اقول له لسه الساعه 4، يقول لي قوم هنعمل شويه ضغط، هنعمل مش عارف ايه، هراني 10 سنين الكابتن فتحي.